اهلا وسهلا بيكم، معكم اندرو فريد من برنامج تعليم المايه 3D. هنتعلم النهارده حاجه جديده مش في المايه، هي موجوده منها في المايه التكتشر وازاي ان احنا نعمل، بس النهارده بنتعلم حاجه جديده وهي السبستنس والسبستنس بينتر. تمام، هنتعلم طبعا ازاي نخرج من المايه للسبستنس وازاي نشتغل جوه السبستنس وندخله التكتشر وازاي نعمل ماتيريال. هنتعلم حاجات كتير قوي النهارده، فتابعونا وان شاء الله هتستفادوا. اول حاجة معانا في برنامج السبستنس، هنا بيبقى كل الماتيريال موجودة. تمام، فممكن نشد طبعا من هنا كده، واضح قدامنا طبعا كمية الماتيريالز اللي موجودة قد ايه، ودي بتنزل باي ديفولت من السبستنس. تمام، موجود كذا نوع من الايرون. تمام، يعني ناخد بالنا كده مثلا من المنظر ده، بعد كده المنظر ده نحس ان ده مجرح وده جديد شوية. تمام، عندنا كذا نوع، عندنا بلاستيك، عندنا انواع كتير قوي، حوائط وحاجات كده موجودة، خشب. المهم يعني برنامج غني جدا بالحاجات اللي فيه. طيب، موجود ايه تاني غير الماتيريال مهم جدا في السبستنس وبنشتغل بيه؟ طبعا انا مش هشرح كل حاجة، احنا هنشرح الحاجات اللي بنشتغل بيها وبتطلع لي شغل كويس جدا. تمام، معايا الماية، معايا السمارت ماتيريال، والسمارت ماتيريال ديت بتطلع من الماتيريال نفسه. السمارت ماتيريال ده بيبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن ماتيريال جاهز على شوية تكتشر انا بحطها، صور من عندي او موجودة برا، وبتكون صور بيور، ياريت بتبقى نظيفة ما فيهاش سبيكولر، ما فيهاش شادو ظاهر فيها، ما فيهاش اي حاجة، بتبقى صورة نقية. وبحط لها برضو الماسك، يعني بختار لها كمان ماسك من دول، والماسك ده زي ما بيحصل كده في الفوتوشوب. يعني خلي بالكم طبعا البرنامج ده متواصل، يعني بيتواصل على طول مع الفوتوشوب. هنا لو بصيتوا هنا هتلاقوا ان اكسبورت فوتوشوب هو نفس فكرة الفوتوشوب. فنفس الفكرة، انت عندك هنا السابستنس في الماسكس ديت. تمام، وعندك السمارت ماتيريال وعندك الماتيريال، فالتلاتة دول اللي احنا بنلعب فيهم. تمام، الباقي هنتعلمه، هي شوية براشز على شوية حاجات كده، فرش وكده، هنتعلم ازاي نتعامل بيها ونشتغل بيها. طيب، عندنا ايه تاني؟ عندنا الجزء ده كله يعني مش هنيجي جنبه، ما هنحتاج طبعا، هنستخدم فايل وهنستخدم حاجات كتير من هنا هنتعلمها. طيب، اللايرز هنا دي من الحاجات المهمة جدا، يعني جزئية اللايرز ديت من الحاجات المهمة جدا. تمام، وديت بتوريني انا حاطط ايه على ايه، وهعمل ماسك ازاي على ماسك تاني، يعني من الحاجات المهمة جدا. طبعا اللاير التكتشر سيتنجز ديت بتقولك التكتشر بتاعك السايز بتاعته قد ايه، عايز الريزوليوشن فيه قد ايه، شوية برضو امكانيات فيه، هنتعلم اكتر واحنا شغالين. طيب، انا دلوقتي عايز اعمل موديل اي كلام كده مثلا، يعني عايز اعمل موديل هنا. تمام، اي كلام بحيث ان احنا نقدر نتعلم منه حاجات كتير. فهنيجي هنا مثلا على ونديله 4 مثلا، فبقى معايا كده همسك دول واقوم داخل بيهم كده لجوه. تمام، جوه شوية، بعد كده نعمل اكسترود تاني. واكسترود تانية ونخش جوه مثلا، يعني فبقى معايا المنظر ده. انا بعمل اي شكل، في بروز وفي حواف وفي منظر كده. تمام، وهبتدي بالسبستنس ندخله ونحاول نشوف بقى الماتيريالز هتبان عليه ازاي. تمام، فبقى معايا الشكل بالمنظر ده. تمام، طيب اول حاجة هعملها له قبل ما اخرج من الماية، اول حاجة هعملها عايز اشوف اري المنظر ازاي.
فلو لاحظت الاقيه هو قاري المنظر بالشكل ده، فانا مش عايزه يقرا كده، انا عايزه يقرا اوتوماتيك كده، يكسره لي كده ويبين لي كل فيه مربع لوحده، لانه كان مركب مربع ده على مربع تاني. طبعا انا فكره التكتشر ايه، انك بتحط صوره تمشي وتركب عليها المربعات دي، فلما تبقى مربع على مربع او يبقى الجزئيه دي على الجزئيه دي، طب كده هو واخد الصوره مرتين، فهتلاقي بهدله كتير قوي. لا انا عايز اوتوماتيك مقسم لي الدنيا كده، ولو لقيت مساحه فاضيه ببتدي اكبر شويه، يعني ببتدي هنا كده مثلا لقيته فاضي فببتدي اكبر فيه، وده بيبقى افضل كتير. افضل في ايه؟ نمسك مثلا بريتشل كده ونكبر سنه، افضل بان انا باخد مساحه اكبر في الرسمه بتاعتي، فبتساعدني ان انا اطلع ريزوليوشن عالي. فكل ما اشوف المنظر ده يا ريت نعمل الحركه دي. طبعا انا مش هيبقى معايا مشكله لو عملت كده، عملت روتيت فبعمل روتيت تمام. الحاجات الزياده طبعا بشوفها كده ادخلها جوه تمام، وببقى كبرت المنظر، لان الصوره اللي هتتحط انت كل ما بتكبر في المقاس بتاعك فانت كده بتكبر في الريزوليوشن بتاعك انت نفسه. طيب ادينا كده خلصنا، هنعمل له بقى ايه؟ اكسبورت تمام. طيب هنعمل الاكسبورت ازاي؟ بقف عليها بسلكت هنا، باجي من فايل اكسبورت سلكشن، اكسبورت اللي انا عملت عليه سلكت، فبيقول لي هتعمل اكسبورت فين. فمثلا انا هسميها تيست وخليتها في على الديسكتوب وخليتها او بي جي، لازم تبقى او بي جي، اكسبورت او بي جي، وخرجت كده. انا الجزء اللي انا عايزه من المايه خلص خلاص تمام. اجي هنا على الجزء بتاعنا احنا، جزء ايه؟ جزء السبستنس. باجي هنا على فايل نيو وسلكت، بختار، هتختار ايه؟ هنختار التست. طيب التست دوت احنا هنجيبه كذا مرة، بس المرة دي مش هنعرف ايه الاد دي، هقولها لكم بعدين. دوست اوكي فهينزل لي الموديل زي ما احنا شايفين. طيب الموديل ده انا لو خدته على طول كده وجبت الماتيريال اللي هو الخشب ده ورحت رميه تمام، جابهولي مرتاح. طيب رحت راجع تاني في كلامي وقلت له لا والله انا عايز اخش على هنا وعايز انديك بقى ايه حاجات من هنا، بقى حاجات من الحاجات اللطيفه بتاعتنا اللي هي جاهزه. فجيت وقلت له انا عايز اديك الخامه دي ورينا تطلع منك عامله ازاي، لقيته مطلع لي المنظر ده. طب هل هو ده؟ هو ده؟ لا. طب هو في ايه اللي حصل؟ هو السبستنس هو شايفه موديل مش فاهم فيه اي حاجه، هو لسه ما فهموش، هو عايز يفهمه. طيب هيفهمه ازاي؟ انت بتقول له حاجه كده يعني زي بالعربي كده ايه، انا عايز اخد الاحداثيات بتاعتك، وريني احداثياتك. طب احداثياته دي بتيجي منين؟ انا لو بصيت هنا على اللايرز دوت الماتيريال اللي انا نزلتها، السمارت ماتيريال اللي انا نزلتها، طبعا هو بينزل لك كده ايه باي ديفولت دي كده ايه لاير، يعني ما بنعوزوش خالص. فباجي هنا على التكتشر سيت سيتنجز واجي ابص على كلمه بيك مش مابس، الجمله دي كده بقى جه هنا ادوس على الزرار ده ففتح لي الصفحه دي. الصفحه دي فيها رغي كتير قوي، انا ما بعص منه اي حاجه غير ان انا بقول له انا عايز التكتشر اللي انا هفرده على الموديل ده يكون جودته 2048 2K تمام، وشكرا يا عم، وايه وخد لي احداثيات المكان ده، ترجمها اعمل لها بروسيس. فبيعمل لها بروسيس طبعا وبيقعد بيعالج فيها لغايه ما يفهمها. خدتوا بالكم من اللي بيحصل دلوقتي؟ حاسس ان في بروز هنا وحاسس ان هنا في حاجه داخله هنا في حاجه خارجه، ابتدى يفهم وراح مديني المنظر بتاعي. الاحداثيات بياخدها مره واحده، يعني مش في كل ماتيريال هرميه هيقعد ياخد في احداثيات، لا خلاص هو بعد كده فهم وبقى المنظر زي ما انتم شايفين كده منظر جميل جدا تمام. هو خلاص اي حاجه هترميها هو فاهم ايه دي، كان في الاول يعني مش مترجم قوي تمام تمام. طيب احنا عايزين نعمل شغل زي ده او قريب من ده، هنعمل الشغل ده ازاي؟
في الاول قبل ما نتعلم ازاي نعمل الشغل ده، ازاي نتعلم ان احنا نجيب شغل تاني غير اللي موجود ده، يعني السبستنس هل هو ده بس الماتيريال اللي انت مدهاني، ولا في سايت ليك، ولا في حاجه تانية ليك ممكن اجيب منها؟ فعلا هو مثلا على جوجل لو هنخش دلوقتي هنسيرش على حاجه، يعني على الموقع بتاع سبستنس في جروب كده عاملينه او حاجه، فكل واحد بيعمل ماتيريال من ديت بيرفعها عليه، فهنخش ناخد منهم شويه ونتعلم برضو ازاي بناخد وبنختار تمام، وعشان خاطر نضيف على اللي موجود. فهنكتب سبستنس بس شير، طيب بقى عندي سبستنس شير اهو، بخش جواه. طبعا لازم تكريت اكاونت عليه، يعني لازم تبقوا عاملين عليه اكاونت تمام. كده هو فتح معايا، بيفتح معاك بالمنظر ده، بيديك هنا ايمج، بيديك ماتيريال، بيديك ماشز، بيديك كل اللي انت ممكن تحتاجه. دي طبعا الايمج اللي موجود عليه تمام. عندنا تاني السمارت ماتيريال، ودي اهم حاجه انا بخش ادور عليها جوه. هنخش هنا كده على السمارت ماتيريال، ودي اهم حاجه احنا بنخش اصلا عشان خاطر نجيبها ونشير مع بعض فيها، اللي هي الماتيريال ديت. عندي طبعا عدد ضخم من الماتيريال، من السمارت ماتيريال عندي متقسمه كمان كل حاجه لوحدها، فهنتابع كده. هنبص لو انا مثلا محتاج ليدر، هنختار شويه كده جلود، الحاجات الجلديه، هنشوف موجوده ازاي. طبعا ده هنا في اخشاب، هنا في حاجات متنوعه، احنا هنا كده في الليزر الجلد، فهنشوف مثلا جلد. انت طبعا بتتفرج على المنظر، والمنظر اللي بيسحرك بيعجبك بتحس انك هتحتاجه قوي، ما تستخسروش في نفسك، يعني خش وخده على طول. يعني ابص كده مثلا على المنظر ده، حاسه يعني جلد شكله لطيف، ده شكله جلد قديم شويه اللي هي الحاجات المهريه كده، ده هينفع معانا في شنط مثلا، ده هينفع معانا في الكراسي بتاعتنا الجلد. ونخش كده نتفرج ده اتعمل بيه ايه، فهنلاقي شغل جميل جدا يعني معمول بيه. قدامنا اهو الجلد ده، وده الشغل اللي عمله طبعا. فداونلود انت من هنا على طول بالداونلود، فبيبتدي ينزل هو من هنا. لو مش عامل اكاونت ياريت تعمل اكاونت ليك على السبستنس. طبعا هو ابتدى بينزل لي اليوزد ليزر بتاعي اللي انا عايزه تمام. طبعا انا حابب انزل ده كمان، يعني ده كمان عجبني فعايز انزله، فابتدي ينزل معايا. ده كمان كان عجبني، يعني لو بصيت هلاقي بيه شغل برضو جميل جدا معمول، فده كمان هنزله. طبعا في هنا لو لاحظت هنلاقي في هنا ابلود، فابلود ده يعني معناه ان انت شغلك نفسه ممكن ترفعه هنا ويتعمل له شير، وناس كتير تبتدي تستخدمه، فدي برضو حاجة من الحاجات الكويسة. هنبص مثلا هنا على خامات تانية، الصخور هيبقى حلو جدا. طبعا الصخور زي ما انتوا شايفين هنا كده يعني معمول بيها ايه، طبعا اللي خدناه نمسحه شكرا. طيب عندي هنا حاجة زي دوت، لو بعمل المعابد القديمة والحاجات اللي هي الايطالي كده والحاجات دي هنحتاجها قوي يعني تمام. خشب، في ممكن نعمل حاجات أثرية تبع الأهرامات وتبع الكلام ده، فهنحتاجه جدا تمام. طبعا حاجة زي كده هنبص عليها مثلا، ده رخام كده زي ده جرانيت. طبعا انا مش قوي في انواع الرخام وفي الحاجات دي، بس بنفهم اشكالها بتبقى ماشيه ازاي. ده الحاجات اللي بتبقى مثلا صخره مرميه في غابه ولا حاجه فبتبقى كويسه، دي حته رخام هتبقى طبعا تحفه اول ما هنشتغل. واحنا يعني قدام طبعا اللي هيقعد يتفحص كده شويه في السبستنس هيعرف ازاي يعمل حاجات زي دي، يعني هلاقيها فعلا هايفة.
مش صعبة خالص. انا مش عاوز دي دلوقتي، انا مثلا هعوز دي وهعوز دي وهعوز دي. واخر حاجة ممكن ابص عليها دلوقتي هي الاخشاب، ممكن اخد بصة كده على الاخشاب، نختار كام نوع خشب كده عشان خاطر الحاجات اللي احنا بنعملها. طيب كده احنا دخلنا على الاخشاب ولقينا برضو في اشكال كتير تحفة، يعني في خشب قديم هنا، في مثلا انا لو بعمل باب ولا بعمل حاجة يعني نوع الخشب ده شكله تحفة جدا، والنوع ده لا اخشاب. انا هطول هنا، طبعا دول ماتيريالز، والماتيريالز موجودة برضو هنا بكميات كبيرة جدا، اذا كان وود واذا كان حاجة فموجودة، يعني ماتيريالز كلهم عددهم 985. لو بصيت هنا على سمارت ماتيريال هنا 500 يعني، فلاحظوا كمية الماتيريال موجودة قد ايه، ودي بتديك امكانية اكتر في انك تبدع عشان تطلع السمارت ماسك ازايت. سوري السمارت ماتيريال ده حلو جدا طبعا لو بعمل كرسي جلد او بعمل حاجة. هنعمل شو كده، شو ان فولدر، وهنشوفهم نزلوا فين. تمام، فللأسف نزلولي متنطورين كده، فهنظبط بالتايب كده مثلا، وده جولدن وود كده باين اهو من يعني من شكلهم باين ان هما ايه، دي الحاجات بالفعل اللي انا شغال عليها. ستون وول، نعمل لهم فولدر هنا كده مثلا، نرميهم جواه عشان خاطر نبقى عارفينهم، بس نحددهم. تمام، ونحدد بقية الحاجات التانية. تمام، ونحاول نمسك دول كده يعني نفتحهم. فاتفكوا خلاص. طيب هناخد كل ده كات ونرميه فين؟ هنخش على documents، هنلاقي هنا ال substance painter موجود هنا اهو، دخلت جوه شلف. طيب هخش جوه ايه؟ هخش جوه ماتيريال. تمام، فاول ما اخش جوه الماتيريال بس يا دوبك بعمل لهم هنا كده، وهقفل السبستنس وهفتحه تاني. وكنترول اس كده وخلاص، انا اتاكدت ان هم بقوا موجودين خلاص. طيب كل اللي انا محتاجه بس ان انا اقوم فاتح السبستنس واتذكر الحاجات اللي انا كنت بنزلها، هشوفها هلاقيها ولا لا. واخدين بالكو ده ما كانش موجود، والبتاع الجلد ده راحت فين؟ اهي بقت موجودة. تمام، نعملها تاني قدامكم. دخلنا منين؟ دخلنا من الدوكيمنت على السبستنس بينتر وشلف، وجيت هنا رحت داخل جوه ماتيريالز، رحت رامي الايه الحاجات بتاعتي كلها بس. فكل حاجة عندي هنا من ماتيريالز، من سمارت ماتيريالز، طبعا انا سحبت حاجات كتير قوي من السمارت ماتيريالز من الوود اهي، زي دي مثلا اللي يفتكر كانتش موجودة.
تمام. الكمية دي كلها ما كانتش موجودة على ما أعتقد، يعني كل ده ما كانش موجود ولا هنا ولا في الماتيريال. طيب كده احنا اتعلمنا ازاي ننزل من على النت الحاجات اللي احنا بنعوزها. طيب عايزين نعمل حاجات زيهم، وعايزين يعني نبتدي نشتغل تمام بتكتشر من حاجات من بره. طيب في الاول انا عايز اعرف انا ناوي اعمل ايه، يعني انا ايه اللي محتاجه دلوقتي، ايه اللي انا عايز اعمله. فاول حاجة عايز اعملها مثلا ان انا عايز اعمل التست دوت بس اخليه حاجات خشب. فلما بتعوز التكتشر هتخش تجيبه من جوه تمام. فانا مثلا بدور على تكتشر من جوه عندي من الكمبيوتر مثلا، فلقيت عندي مثلا كذا تكتشر للاخشاب تمام. انا عندي مثلا يعني بقعد وانا قاعد كده بدور على اي تكتشر وانا شغال، فعندي الاشكال دي كلها. فلنفترض ان انا هاخد مثلا كذا شكل فيهم، هختار مثلا التكتشر ده، هختار الوان مختلفة، خدهم كوبي وارميهم بره على الديسكتوب فبقوا موجودين هنا قدامي هم على الديسكتوب. فتحت السبستنس فايل نيو زي ما قلنا، سيلكت عايز التست دوت تمام. طيب التست دوت هتعوز معاه حاجة، اه هعوز معاه اد ايه، اد التكتشرز دول، وانا دايس طبعا ايه كنترول سوري. فاخدت التكتشر دول بقوا موجودين هنا اهو اوكي. فنزل لي طبعا دوت. فاول حاجة خلاص انا اتعودت فهمت ايه اول حاجة بعملها، بيك مش مابس، خد هو التفاصيل بتاعتي عمل لها البروسيس. فنقعد نجرب كده بقى، نلعب نتفرج على الحاجات دي بشكل عامل ازاي. ف يعني الحاجات الجديدة بقى واخدين بالكم الشغل عامل ازاي. طبعا انا بيك مش مابس ديت عاملها على 500، فانا ياريت بس ايه اعملها على 2000. طبعا 2000 وقت في الريندر اكتر وكواليتي اكتر، فدي حاجة مش وحشة يعني، وحشة ان وقت في الريندر اكتر بس رفعت الكواليتي بتاعتي في صورة يعني. دلوقتي انا هعمل ايه، هبتدي امسح كل الحاجات اللي في اللايرز، انا خلاص مش عايز لا ده ولا ده، وهبتدي اشتغل عليها بقى على نظافة. طيب انا عايز اعمل ايه، عايز اعمل اخشاب، عايز اعمل حاجات خشب. طيب حاجات خشب دي ممكن اعمل فيها ايه، فاقوم جايب هنا فيل لاير، ادور على فيل لاير، ما اشتغلش باللاير بس بالفيل لاير. الفيل لاير بيديني اللاير بكل الحاجات بتاعته. طب ايه هي الحاجات بتاعته، هدوس رايت كليك بره كده هلاقيه مديني اليو في والحاجات بتاعته والروتيت وكل دوت، وبيديني لون. يعني انا لو عايز اضيف له لون خلاص انا بضيف له لون تمام. فخلينا بره اللون دلوقتي. وبيديني الكالر ده انا ممكن افصله، ممكن افصل الميتال، ممكن في حاجات كتير قوي بتبقى جواه تمام. الهايت دوت مثلا الماب دوت اللي هو الحاجات العمق والخربشة والحاجات ديت بيبقى من الهايت، وفي السبيكيولر كمان. ف ده مهم جدا انك تبقى شغال بالفيل لاير تمام. طيب معانا الفيل لاير دلوقتي هنعمل بيه ايه، هنجرب كده قبل ما نشتغل بالتكتشر والخشب، هنجرب ايه هو السمارت ماتيريال، هنجرب سوري السمارت ماسكس وازاي بتشتغل. اول حاجة في الفيل لاير هديها لون، هختار لها لون، فلنفترض ان هو مثلا الازرق، طلعت مثلا على اللون ده كده تمام. طبعا بتحكم في درجاته من هنا. الإضاءة لو عايز أتحكم فيها أنا بدوس شيفت وبقعد أروت أمشي كده بال رايت كليك مع الشيفت وأمشي كده، فبيتحكم لي في الإضاءة اللي موجودة، بيقعد يحرك لي فيها تمام. حاجة تانية التحرك جواه، يعني بالمناسبة نفس التحرك جوا الماية، يعني انت بالالت كده وكده بيفوكس بالرايت كليك،
وكده بيروتيت وانت دايس الالت تمام، وعايز تتحرك كده او كده وانت دايس ميدل ماوس بوتون، فهي هي نفس طريقة الحركة بتاعت الماية، مش جديدة عليها او مش غريبة عليها. طيب بقى معانا اللون ده، طيب عايز اخلي لون تاني عليه، هاجي عند فيل لاير تانية، هعمل لاير تانية بقى عندي اتنين لاير، وهتديها لون ايه من بره كده مثلا، هديها لون الاحمر. طيب هنا جه وقت الايه اللي انا عايز اظهر حاجة تحت حاجة، فهاجي هنا بقى على الايه على الماسكس، فهاجي من هنا على الماسك واقوم سايب هنا، فخلالي المنظر دوت بالمنظر اللي انتوا شايفينه، خلاني الازرق هو اللي سايد الموقف، اللي هو مكان الاسود هنا تمام، مكان الاسود هنا، وخلى الخربشه ديت مكان الاحمر اللي انا حاطه في الاخر. طبعا انا لو حبيت اعكس انا بدوس رايت كليك وريموف، بدور على ريموف ماسك واعكس الموقف واخلي نفس ده هنا، فعكست الموقف تماما تمام. فعلى حسب انت عايز ايه، فانا حابب مثلا لا انا هخليك انت ابيض وهعمل فيك نفس الحركه تمام عشان تديني منظر ده. طيب محتاج ايه تاني؟ انا ممكن اجي اقف هنا وادوس حرف الدي كنترول دي، فاديني دوبليكيتد نفس الحاجه، اقوم جاي هنا عامل ريموف للماسك تمام، فبقى عندي الابيض، وابتدي اختار له ماسك تانية فيها نوع خربشة تاني غير دي. يعني الماسك ده انا طبعا لو دوست هنا كده انا بلغي الفعالية بتاعتها دلوقتي. ليه هو مسك لي الحروف عمل لي فيها كده؟ لان ديت بتعتمد على الايدجز، اي حاجة بيبقى مكتوب فيها ايدجز زي كده هي بتمسك الحروف بس بتشتغل عليها. طيب لو انا عايز اشتغل على الجزئية السادة دي، فهبتدي مثلا اشتغل على الديرتي شوية زي كده، ودوت اللي انا هعمله هحطه هنا وفعل، فبقى عندي الاثنين، بقى عندي الديرتي هنا وعندي الحروف. طيب انا حاسس ان انا هنا مزودها قوي تمام، مش عايز ازودها بالطريقه دي، لا انا عايز اخليها اقل عشان يبان ان انا في الحروف شغلي اكتر. فباجي بقف على الماسك من هنا واختار الماسك اديتور، بدوس عليه ورايت كليك بار، اول ما بدوس عليه بره رايت كليك ببتدي العب في النسبه بتاعتي في الجلوبال بالانس دوت، ببتدي العب في النسبه وفي الريزوليوشن وفي البلور. هنا انا مخليها بلور فبتحس انها عامله كده، لغيت البلور فطبعا بيرجعها لك كده ايه، بيعلي لك الريزوليوشن بتاعها. فانا مثلا عايزها تبقى كده وعايزها تبقى كده، حلوه قوي بالنسبه لي تمام. اختار ماسك. طيب عايز العب في حاجات تانية في التكتشر نفسه، اكبر اخليها تنتشر في مسافات اكبر في مسافات اقل تمام. عايز اعمل لها مثلا حاجة تانية خالص، عايز اعمل لها هايت، يعني عايز احسسها بقى بالايه بالهايت بتاعها دوت، فدور على الهايت فين هنا وابتدي. واخدين بالكم هنا وهنا بيعمل ايه؟ واخدين بالكم مثلا منظر بقى هنا بقى عامل ازاي لما لعبت في الهايت؟ تمام. طبعا انا لو انا لعبت في الهايت هنا ممكن اجي من فوق الغي افعله والغي من هنا عادية، فجيت على الهايت. طبعا عندي هنا الكالر بتاعي، الكالر انا ممكن الغيه فما واسيب الهايت بتاعه، يعني ان انا ممكن اعمل الهايت كده وانا لغي الكالر، فدي برضو حاجة ممكن اعملها لو بعمل خشب تمام، وهنعرفها دلوقتي ايه اهميتها. فرجعت الكالر بتاعي تمام، وهبتدي الغي طبعا الكلام ده كله واعمل شغل تاني خالص، اعمل حاجات تانية خالص، ونبتدي نشتغل بالتكتشر بتاعنا. طيب التكتشر انا هاجي هنا واقعد ادور عليه تمام، يعني هنتعب شوية، فهندور هنا في
تكتشر موجودين كلهم هنا اهو تمام. وهاجي عند اللاير وهاجي اختار في اللاير ومن هنا والكالر بتاعي بدل ما ادوس على اللون الابيض ده البار الابيض دوت لا انا هدوس على بيست كالر. والبيست كالر دوت انا بختار منه مثلا نوع الخشب فجاب لي الخشب هنا فبقى معايا الخشبة ديت بالمنظر ده تمام. واجي في اللاير تاني واقول له عايز حاجة تانية فجاب لي الخشبة دي تمام. طيب وابتدي اجي استخدم الماسكس بتاعتي هنا فحسيت اهو جاب لي اللي تحت زي ما اتعلمنا. طيب عايز اعلي واقلل شوية من حاجات معينة يعني خليها تبان انها متجرحة كده مش واقعية او كده باين انها يعني خشب قديم شوية مثلا ف باين اهو ازاي بتعامل وازاي بشتغل. طيب عايز ادي نفس الدرجة دي تمام بس ادي خربشة تانية من هنا فدوبليكيتد كنترول دي دوبليكيتد بعمل ريموف للماسك واحط له نوع ماسك تاني ده مثلا وابتدي اقلل فيه. اقلل فيه ازاي؟ بقف على الماسك نفسه وابتدي ادور على ازاي اقلل من فيه شوية فمثلا بعلي الكونتراست بتاعه بقلل البالانس بتاعه بشوف البلور فده منظر معايا باين ان هو خشب وشكله حلو جدا تمام. طيب انا مش عاجبني المناظر دي كلها عايز العب بقى بالاشكال تمام في اللاير. يعني من امتع البرامج اللي ممكن تشتغل عليها في حياتك ان انت شغال على برنامج بالمنظر ده. طيب ازاي دلوقتي انا واحد من الناس انا بحب اشتغل على النوع ده من الخشب تمام وبهدله بقى امسح بكرامته الارض. دلوقتي اجي هنا وهقوله انا عايزك تبقى متبطن بده وعايزك تبقى ديرتي قوي تمام ومش ديرتي قوي كده يعني انا عايزك تبقى على الهادي تمام. وعايز منك دوبليكيتد تبوظ لي الحروف تمام ودوبليكيتد تاني تبوظ لي الحروف ادق الحروف دي كمان تمام. وابتدي اقفل الحاجات اللي انا مش عايزها تمام واجي هنا واقفل الحاجات اللي انا لا دول عايزهم فهنا مثلا انا حاسس بفرق ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه. duplicated remove mask وهختار ده مثلا فبقى الشكل قدامي كده وهاجي من هنا وهبتدي اقل لان مفيش تباين قوي من هنا كده ان هو صورة قوي والاضاءة مش عجباني فباجي بدوس على هنا الـ display settings واجي اظبط في الاضاءة بتاعتي من هنا احاول احط له وراه منظر كده او لو طبعا لغيت البلور بتاعه فهيبان ان هو resolution بتاعه هيعلى شوية. هنا الروتيت دوت اللي انا بعمله من هنا كده انا قلت لكم عليه من شيفت ورايت كليك دي الاضاءة فانا خليت الاضاءة كده مثلا. طبعا السبستنس في ريندر يعني اللي ما يعرفش ان السبستنس لا السبستنس في ريندر وبيرندر بالاي راي حاجة كده من زي المينتر راي والفي راي والكلام ده
تمام، يعني هو مش برنامج تكتشر بس. طيب هنخفف الإضاءة ونخفف الشقلبظات اللي بره دي كده، وهنبتدي نشتغل. بص كنسل، وهنبتدي نشتغل بأخشاب تانية، نجيب نوع خشب تاني لغاية ما نلاقي منظر عجبنا. فيبقى الهايت ما بيشتغلش غير لما يكون في ماسك. فهنا كده اشتغل معايا لان في ماسك، وهنا اشتغل معايا وهنا هيشتغل معايا الهايت برضو كويس جدا لان في ماسك. فانا ممكن يعني اخلي هنا المنظر ده كده، الهايت بتاعه كده مثلا ده، ممكن بس احرك حاجات بسيطة كده بحيث ان انا احس بالموديل من بعيد، وبقى بالمنظر ده زي ما انتوا شايفين. طيب المنظر ده انا هعمل بيه ايه دلوقتي؟ عايز احفظه عشان خاطر لو عملت موديل تاني او جبت موديل تاني. طيب احفظه ازاي؟ باجي بفتح له فولدر وارمي الحاجات دي كلها جوه الفولدر بنفس الترتيب، واقفل الفولدر كده. انا خلاص ضمنت ان الفولدر ده اتقفل، وابتدي اسميه. ادوس هنا مثلا اسميه على اسمي مثلا، مثلا انتر. وبعد ما سميته بدوس رايت كليك واقول له كرييت سمارت ماتيريال. فاجي هنا عند السمارت ماتيريال لقيته نزل بقى بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده. طيب عايز اعمل اكسبورت، مش هعمل اكسبورت دلوقتي مثلا، انا هوريكم حركه تاني دلوقتي هتعجبكم. لو جبت هنا مش هسيف سيلكت، انا عايز ادخل الباب ده، انا عايز اشوف الباب ده دلوقتي وافرد عليه الماتيريال اللي انا عملته ده. ادي الباب نزل، خدت له بيك وقلت له بعد اذنك، خلي بالكم انتوا شغالين لغايه 8K، يعني ده حاجه كويسه جدا. احنا شغالين بس بال 2K عشان خاطر الريزوليوشن بتاعنا ما يبقاش اوفر قوي. تمام، خلي بالكم انتوا طبعا لو جيتوا هنا عند التكتشر كل اللي كان موجود راح خلاص، محتاج كنت تعمل اد لو عايز تدخله معاه. ممكن انا طبعا من الموديل التاني انا فهمت الفكرة ماشية ازاي، افتح وابتدي اقلل في الماسكس بتاعتي من هنا، اعلي في البلور بتاعه، اوطي في البلور. تمام، امسك الماسك دوت كده ابتدي اغير البالانس بتاعه شوية لغاية ما اوصل. لا طبعا المنظر مش لطيف خالص، اخليه كده. ممكن الغي الهايت، خلي بالكم يعني ممكن اجي اقف هنا والغي الهاي.
وعندي الحاجات اللي هم عاملينها، فانا بوريكو برضو حتى الحاجات اللي هم عاملينها احنا هنلعب فيها. يعني انا دي ديرتي وود اللي احنا جبناها. انا هقفل حاجة، انا زي ما انتوا شايفين دي الديرتي وود اللي احنا جبناها، فحتى الحاجات اللي احنا بنجيبها بنلعب فيها لغاية ما نظبطها على اللي احنا عايزينه بقى، على المنظر اللي احنا عايزينه. طبعا وبعد تجارب كتير جدا ومئة ألف شكل عملناه، هنرسى في الآخر على الشكل اللي يعني صاحب البروجكت محتاجه أو هو عايزه. فطبعا كالمعتاد بيحتاجوا حاجات يعني ما فيهاش أي إبداع. فباب طبيعي خالص زي ما احنا شايفين، تمام، ما فيهوش غلطة، وباين عليه جودته عاملة ازاي. طبعا ده بالجودة بتاعت ال2K اللي احنا عاملينها، تمام. وهنتعلم دلوقتي الاكسبورت ازاي اخرج بيه للموديل اللي انا يعني اعمل اكسبورت للتكتشر اللي انا عايزه. طيب هو التكتشر دوت فيه ايه؟ قلنا التكتشر بيبقى فيه هايت، فهيطلع لي نورمال ماب. التكتشر بيبقى فيه انعكاسات ضوء معينه، فهيطلع لي سبيكولرلي. طبعا في اهم حاجه وهي الكالر او الديفيوز بتاعه، فهنطلع ديفيوز لي. فهنيجي هنا من عند فايل اكسبورت تكتشر، مش اكسبورت تكتشر، او كنترول شيفت اي طبعا دوست عليه. وبس كل اللي بعمله ان انا بقوله اكسبورت، هو عمل اكسبورت. اهم حاجه بدوس اوبن فولدر ويطلعهم لي كلهم بالمنظر اللي انا شايفه ده. معظمهم ما بحتاجهمش، ان كان كلهم كمان ما بحتاجهمش، ما بحتاجش غير الايه الكالر بس ما علينا. هناخدهم كلهم كنترول اكس كده ونخش على المشروع بتاعنا يعني اللي انا عامله او ايا كان يعني. فلنفترض ان انا فتحت ماية جديد هنا، كل اللي عايز اعمله ان انا هضيف بس الباب دوت جوه الماية. يعني كل اللي انا محتاجه بس ان انا هضيف الباب جوه الماية. فهجيب الدور من هنا وهضيفه جوه الماية. طبعا هو ما بنزليش في النص، بس انا يعني هنجيبه هنا. طبعا ده السنتر بيفت، الاختصار بتاع السنتر بيفت اللي بنجيبه من هنا، سنتر بيفت اهي، تمام، من موديفاي. طبعا الحركة دي بتبقى في الماية بس 2018. طيب عايز دلوقتي اجيب الشكل اللي احنا عملناه، فلنفترض ان انا هطلعه من هنا مثلا، عملت له اكسبورت، هنطلعه على الديسكتوب مثلا. يعني هخليه هنا كده في نيو فولدر واخش هنا جواه بس كنترول في، وهناخد الكالر دوت على ده. خلي بالك ده طبعا لما انت نقلته على المايه هو محتفظ بالماب، اخر ماب انت قعدت تغير فيها زي ما احنا كنا شغالين، تمام. كل اللي هنعمله بس ان هندي لدوت ماتيريال من الهايبر شيد، تمام. هنختار ماتيريال، فنفترض البلان لان دي افضل حاجه تختارها في اي تكشر بتعمله، لان هيبقى فيه سبيكولر وفيه كل حاجه، فلازم تبقى طبعا مختار النوعيه دي. وهنختار فايل، الفايل دوت اللي هنجيب بيه الصوره ونجيب بيه السبيكولر لو موجود اصلا سبيكولر. هننقل النص هنا كده الكالر، وضمننا ان كالر بقى منقول على البلان بتاعنا، تمام. هندوس هنا ونختار الكالر بتاعنا. طيب منين؟ من هنا، من ديسكتوب، نيو فولدر، نختار طبعا ايه دوت النورمال. مش باين فيه كتير لان احنا ما كناش عاملين في الموديل دوت اي هايت او اي حاجه بتدينا الحاجه بتاعت البروز ديت، تمام، زي ما احنا شايفين. فما كانش فيه غير الكالر هو اللي يعتبر اللي هيبقى فعال معانا، ففعلنا الكالر. كل اللي انا هعمله ان انا هسحب من ميد الماوس بوتون وارمي هنا، ونفعل التكتشر ما ننساش، او ندوس على 6. وطبعا اول ما فعلنا التكتشر زي ما حضراتكم شايفين كده منظر طبيعي وجميل. طبعا اخترنا ادي السبيكولر زي ما هو.
تمام. عايزين نجرب طبعا، لو عايز اللي عايز يجرب ريندر او يعني يشوف الحاجة دي ممكن ترندر ازاي او شكلها يبقى عامل ازاي. ادي طبعا منظر الباب. يعني هل ممكن نعمل من هنا ريندر؟ هنشوف كده، نجرب موضوع الريندر في الجزئية دي. كل اللي هنعمله بس ان احنا نختار له المكان اللي هنشتغل عليه. طبعا من clear يعني clear color ديت هي بتلغي لي الفيو اللي ورايا. طبعا الفيو دوت انا عايز اعمله بلور، انا هنا مقفول البلور بتاعي. تمام، كل اللي اقدر اعمله اللي هو يعني يعلي الاضاءة بتاعته يا اعمل له rotate. طبعا الاضاءة هنا كده كويسة ولا rotate كده كويس. انا كل اللي هعمله بس هزود شوية في الاضاءة وهلغي، ممكن اغير بس في المنظر بتاع، بس انا مش حابب الصراحة. نخليها طبيعي زي ما هي خالص. هنا طبعا احنا بنختار كده بس الفيو اللي هنلقط منه الصورة وهنسيبها ترندر مع نفسها. كل دي تفاصيل بتضاف وتفاصيل بتتشال. هنا المدة بتاعة الريندر طلب ما هو بيعد، فما زال هو بيديك في الريندر اللي انت هتستنى منه. تمام، طبعا الصورة اللي احنا عملناها هنا لو انا دوست سيف من هنا فانا سيفت البروجكت ككل. لو انا بس كل اللي عملته ان انا عايز اسيف الصورة بتاعتنا فانا سيف من هنا سيف ريندر، فهيقول لي انت عايز تحط الصورة بتاعتك فين، عايزة ايه، فهنخليها نفس الموضوع هيختلف كتير. زي ما احنا ما شفنا ادي صورة للرندر بتاعنا في الاخر للأوضة دي للباب دوت. وادي هنا هنا نفس برضو الاي راي او الفي راي وهو بيرندر نفس الباب. شكرا جدا طبعا ليكم، وشكرا لمتابعتكم ليا من الفيديو دوت، ويا رب تكونوا استفدتوا منه. انا شايف ان هو فيديو يعني لامع معلومات كتير في اقل من ساعه، فان شاء الله يعجبكم الفيديو وتستفادوا بيه جدا. وشكرا جدا ليكم وشكرا لمتابعتكم، مع السلامه.